معانا نجمتنا الرائعة والمبدعة والرقيقة والقديرة هند رستم على التليفون. يا خبر ابيض. فيطلعوا البنات يقعدوا يقعدوا بقى يعملوا يعني يشاوروا لي بتاع وانا اشاور لهم. فالنظرة عرفت الموضوع فراحت بنياه طوب احمر. حبيت في كلية التجارة؟ لا لا ما تقولش لا. لا والله. طب في النادي حبيت، انما في الكليه لا. الاستاذ يوسف شاهين نخلق في شك. ليه؟ لانه واخد حكايه جد زياده عن اللزوم. احمد رمزي مشوار طويل طبعا مليء بالعطاء الفني الصادق، ويعني الواحد لما يقعد يفكر احمد رمزي ده حاله حلوه على الشاشه، حاله جميله بتخلينا نشوف الشقاوه، نشوف الشباب، نشوف الفتوه. كلمه الفتوه مش يعني الفتوه اللي بيضرب، لا لا بعيد عنه، الفتوه ويعني اللياقه والتدفق والحاجات اللي تبقى في ريعان الشباب دايما على طول تلتصق باسم كلمه احمد رمزي. انا عايزه اقدم لحضرتك فيلم تسجيلي نشوف فيه بعض اعمالك، ممكن؟ احمد رمزي نجم من ابرز نجوم عصره في مصر والعالم العربي. قدم احمد رمزي الكثير من الاعمال السينمائيه الناجحه التي لا تنسى، وتنوعت الادوار ما بين رومانسي، كوميدي، تراجيدي. وكانت السندريلا الفنانه سعاد حسني صاحبه النصيب الاكبر في تجسيد 13 فيلما أمام النجم أحمد رمزي، منها غراميات امرأة، السبع بنات، الأشقاء الثلاثة، عائلة زيزي. يليها الفنانة ميرفت أمين جسدت أمامه 9 أفلام، منها شلة المراهقين، البحث عن فضيحة، الحب تحت المطر، جنون الشباب. جسدت سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة 8 أعمال تلفزيونية وسينمائية: القلب له أحكام، لن أعترف، لا تطفئ الشمس، حكاية العمر كله، وجه القمر. الفنانة نادية لطفي جسدت 8 أعمال سينمائية، منها حب إلى الأبد، مذكرات تلميذة، النظارة السوداء، الباحثة عن الحب. وشاركته أيضا الفنانة سميرة أحمد 8 أعمال هي: الشيطانة الصغيرة، غراميات امرأة، نمر التلمزة، إسماعيل ياسين في دمشق. أما الفنانة زهرة العلا فقامت ببطولة 6 أفلام، منها الوسادة الخالية، إسماعيل ياسين في الأسطول، بنت الحتة، الشقيقان، حياة امرأة. كما شاركته الفنانة هند رستم 6 أعمال: ابن حميدو، صراع مع الحياة، رجل بلا قلب، اعترافات زوج. أنتج له معظم مشاهير الفن مثل محمد عبد الوهاب، فاتن حمامة، مجدة، مديحة يسري، عبد السلام النابلسي، رشدي أباظة، محمد رضا، يوسف منصور. اتجه أحمد رمزي للإنتاج وأنتج فيلم أبراج المدابغ، ولا تطفئ الشمس، وفندق السعادة، ولكنه لم يكرر التجربة مرة أخرى. شارك في إدارة إنتاج أفلام أجنبية مثل ديني روزي وفلات فوت. أحمد رمزي أخرج له معظم عمالقة الإخراج في زمن الفن الجميل، منهم حلمي حليم، حسام الدين مصطفى، فطين عبد الوهاب، محمود الفقار، يوسف شاهين، بركات، عاطف سالم، كمال الشيخ، صلاح أبو سيف، حسن الإمام، أحمد بدرخان، سيد طنطاوي، سعيد مرزوق، حلمي رفلة، حسين كمال، نيازي مصطفى، وغيرهم من أهم نجوم الإخراج. بعد النجاح الكبير الذي وصل إليه من خلال مشواره الفني، والغريب في هذا المشوار كثرة فترات الانقطاع عن الفن، فجاءت نكسة 67 وانقطع أحمد رمزي عن السينما،
وذهب إلى روما وباريس ولندن بعد ميراثه من خالته التي كانت تعيش في لندن، وورث مبلغا من المال جعله في غنى عن السينما. ثم ذهب إلى بيروت وتم إقناعه بالرجوع للفن، وشارك الفنان أحمد رمزي في بطولة الفيلم اللبناني همسة الشيطان عام 69. تعالوا نعيش مع فنان أعطاه الفن شهرة وثروة ونجاحا لعدة سنوات طويلة. تعالوا نعيش مع نجم مصري أصيل أسعد الملايين من خلال بطولته للعديد من الأفلام المصرية الناجحة التي أثرت السينما العربية وما زالت تسعدنا كلما شاهدناها. تعالوا نعيش مع فنان نأمل أن يتم تكريمه في كل المهرجانات السينمائية التي تظهر على الساحة العربية ضمن فرسان السينما المصرية والعربية المرموقين. تعالوا نعيش مع فنان لنعرف منه عن قرب ذكرياته، أصدقائه، دموعه، نجاحه، أحلامه، أماله، أحزانه في الفن والحياة. تعالوا نعيش الصفا مع الفنان المبدع أحمد رمزي في ساعة صفا. ايه رأي حضرتك بقى في الفيلم ده؟ انا عايزه، هادي مراتي بيه. ايه تعليق حضرتك على الافلام اللي انت شفتها؟ وايه ذكرياتك عن الافلام دي؟ يعني تتذكرها؟ انا كل ذكرياتي حلوة. ما هو ده احلى حاجة في احمد يعني رمزي، ده جميل. كنا بننبسط قوي، الركع على المخرج كمان. يعني في مخرجين الواحد بيروح كأنه رايح حفلة. وفي مخرجين الواحد بيروح كأنه مضروب بصورهم، انما يعني طب مين المخرجين اللي انت كنت بتبقى فرح الحفله بقى وفرحان؟ فاطين عبد الوهاب. فاطين عبد الوهاب ده إيه؟ عشان ايه؟ عشان كان بيسهر معاك وصاحبك؟ لا 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 لا، كان مسيو. هو كان يقول لي مسيو وانا اقول له مسيو. لا اقول لك انا قصه حصلت مع سعاد. كنا بنعمل فيلم عائله ديزي. عائله ديزي سور الاهرام. ايوه. وبنشتغل. كان السبعاوي، احمد السبعاوي كان مساعد. كان مساعد وقتها. طلبها. واحنا في البلازو. ايوه. فمش عارف حصل ولا اتاري واحد من صاحبها والاولاد شقاوه بقى. خدها جه فات عليها بالعربيه المكشوفه ومشوا. وسابت الاوردر؟ سابت التصوير. قالوا لفاطين الكلام ده، طبعا اي واحد غير فاطين، انت عارف فاطين مخرجين يتنشنجوا ويتعملوا ازاي واعمل هو ولا بمنتهى البساطه. قال له طيب يا سبعاوي شوفي ايه بعد كده. وسكت واشتغلنا وروحنا. وروحنا. حلو. جيت ثاني يوم بقى. لقيت الوصيفه بتاعتها واقفه على باب الاستوديو بتعيط. خير. قلت لها مالك؟ قالت لي مالك سعاد؟ مالها؟ قالت لي متشنجه جوه مش عارف في حكايتها. جريت على الاوضه بتاعتها، خبطت، دخلت لقيتها متشنجه. ايوه. ومش عايز يكلمني ومال الله. طب ايه ايه؟ مين مش عايز يكلمني؟ قالت لي فاطين مش عايز يكلمني. قلت لها طب خلاص انت بقى. دخلت على البلاتو بشوف فاطين. قال لي مسيو رامي. قلت له ايه الموضوع؟ قال لي ولا حاجه. قلت له يعني ايه ولا حاجه؟ قال لي اللي عايزه بقول سبعاوي، سبعاوي يروح يقول لها. ده العقاب. قلت له انت فاهم يعني ان هتنفع العمليه دي؟ دي ميته جوه. يا عيني. قال لي مالها؟ قلت له بتموت، روح كلمها لان انت تكلمها. عشان بطل يكلمها. شوف بقى لا زعق. شوف. ولا عمل بتاع. ولا عمل عضلات. بطل يكلمها. بس بقى يبعت سبعاوي يقول لها شمال يمين بتاع. حاجات كده. بس شوف التزام الممثل واحساسه بالمخرج وعلاقتكم ببعض. لدرجه ان لو ما المخرج قطعها واشتغل رسمي ما عرفتش تشتغل. درس. من يوميها مفهوم. وعرفت انت تصالحهم يا استاذ رامي. مش عارف اشتغل معاها. مفيش. مفيش. واصطلحته. اصطلح طبعا. ده راح لها الاوضه وقعد يقول حبيبتي وبنتي وكده.
طب انا عايزه اسال سؤال، ايه الافلام اللي تحب انك تنساها من الفيلم التسجيلي ده، وايه الافلام اللي تحبها تبقى عايشه دايما؟ كلهم حلوين. انا ما بس ما في اكيد في افلام مثلا الواحد ما بيبقاش حاببها، بيقول مثلا انا مش حابب الفيلم ده، انا عملته بس مش راضي عنه، زي ايه؟ بيحصل بيحصل بيحصل، وبعدين نفاجئ بانه ينجح. استاذ احمد انت مجامل؟ لا خالص، الا لو المصلحه اتحد. تعتبر ده من اخطائك في السينما؟ والله الواحد المفروض يبقى انبه من كده طبعا، بس انا طول عمري بمشي زي ما تيجي دي ببركه ربنا. انت والحمد انسان لله. الله عليك. انت انسان قدري جدا، ودي اجمل حاجه، وتعتمد على الله في 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 خطواتك تاركها تاركها لله. دي احلى حاجه فيك يعني، الحمد لله العظيم يحييك يعني. اذا بالتالي حضرتك ممكن في لحظه لموقف انساني تعمل فيلم غير راضي عنه؟ اكيد. وممكن في موقف تاني تحس انك لازم تتشرط على الراجل ده ولا المنتج اللي جاي لك؟ تمام. بتحصل؟ تمام. طب انا هشوف افلام وهخليك تعلق بعض تعليقات. طيب ممكن. احنا مره بطلنا شغل من زنات من كتر الضحك. احنا مش قادرين نبطل. مش قادرين نبطل ده. حلم حليم شطه بالقل فركش وروحنا. كل ما نيجي نتكلم نضحك منها. طبعا هي طبعا. هل هي اللي كانت بتعمل الافيهات دي لوحدها دي، ولا كان بيطلع منها كلام غير مكتوب وغير له دعوه بحاجه ابدا يعني؟ وبيجيبه من عندها. طب ما كنتش بتتضايقوا لان في ممثل يقول لك لا مش هرد عليك انت ما قلتش الكلام اللي في الورقه؟ ما يبقاش لما اخذ ممثل يعني، يبقى راجل تعبان شويه، عشان المفروض اخد منك. طبعا اللي تقوليه. انا مش مكنه. لا تقولي لي صباح الخير هقول لك صباح الخير. لو كان لازم تقولي لي مساء الخير وقلت لي صباح الخير برضه هقول لك صباح الخير. يعني زي ما انت هتقولي هقول. هقول مساء الخير هقول لك مساء النور. صباح الخير هقول لك صباح النور. بالظبط كده. فده يعني لازم الانسان يبقى فليكسيبل، مرن مع يكون مع اللي قدامه. مع اللي قدامه. ما انا في ناس انا لو في حد قدامي وممثل وحش بياخدني وينزل. مهما كنت عشان ماما دي اخد وعطى. ايه الايام الحلوه اللي عندك في حياتك تقول لنا عليها؟ الفتره الدراسيه كانت مهمه قوي. انا اعرف ان حضرتك كنت برضو فتره طويله زي ما قلت لنا ملتصق او صديق لعبد الحليم حافظ. جدا كنت صديقه قوي قوي. تعرف غرامياته؟ لا ما كناش بنتكلم في الكلام ده الا لو في اشكال. لو في اشكال ممكن بتاع تدخل تحل مشكله بيه. ممكن يحكي لي عليه عشان ياخد رايي يعمل ايه مثلا. انما في العاده ما نتكلمش عن حاجات. كل واحد له حياته. طب يعني ما تحبش تتكلم على باربرا سترايزند وعلاقه عمر الشريف؟ اظن ده العالم كان بيحبها. كان بيحبها وهي كانت بتحبه. وهي كانت بتحبه. طب ما فيهاش حاجه دي. ما حصل لهمش مشكله مع بعض في الحب ده؟ منعوهم من انهم يتجوزوا. ممنوع. ليه؟ جالهم اوامر. ياه. الامر من مين بقى؟ من الايجنتس ومن الشركات بتاعتهم الكبيره. دي شركات بتاع. لا طب وهل يوصل انه الايجنت ممكن يمنع واحده من تتجوز واحد بتحبه؟ يعملوا اي حاجه. اي حاجه. طبعا هناك البني ادم مش حاكم نفسه، مش حاكم روحه. مش زي هنا. ده ما تقدريش تشتري عربيه انت عايزاها هناك بدون اذن. ياه. امال مش في تامينات وفي بلاوي؟ ده هناك في فلوس كتير يا مدام. عشان كده. امال ايه؟ مكسب وخساره. هم هناك عندهم اللي هي مكسب وخساره. عشانك يا قمر اطلع لك القمر. ايه رايك يا استاذ احمد؟ تحب الاغنيه دي؟ فاكر الفيلم ده طبعا؟ طبعا. ده اشتريت فيه العربيه ايام وليالي. ايام وليالي ده بركات اداني تمن العربيه قبل ما اشتغل باسبوعين، قبل ما الفيلم يبتدي. قبل اجري كله. 400 جنيه. جبت بيهم اول عربيه ليا. رحت له قلت له انا لو ياخد العربيه دي يا ما يا ما اعمل لكم. قال لي قلت له دي 400 جنيه. قال لي خد. كتب لي شيك. فلوسي كلها. ولسه الفيلم كمان اسبوعين. كمان؟ والله ما بتتعمل النهارده. طب
طب عشانك يا قمر اطلع لك القمر، الاغنيه الحلوه دي الكلمه دي تقولها لمين؟ عشانك يا قمر اطلع لك القمر. مراتي الحاليه. تقولها؟ اه طبعا. عشانك يا قمر اطلع لك القمر. اطلع لها الشمس كمان. كمان. الله. الله، اذا بنا شايفانا وسمعت بقى، ادي احنا جبنا لك سر، اطلع لها الشمس كمان. طب هل عندك اي ذكرى اخرى كده تتذكرها في الفيلم ده؟ عليا 80 جنيه لعبد الحليم، خدت منه 80 جنيه. خدت منه في الفيلم. كنت مفلس. اه ما انت بقى اشتريت العربيه. اشتريت نيله. وعندك بقى ملابس وازياء وحاجات. اه فاخدت سلبت منه 80 جنيه ما رجعتهمش. لغايه دلوقتي. يوسف شاهين. استاذ يوسف شاهين. ده يوسف شاهين. ايه ذكرياتك عن الفيلم ده وانت يعني عايش في اسكندريه؟ اولا احب اقول لك حاجه. نعم. الفيلم ده كان بيتصور في نفس الوقت بتاع ايام الليالي. يعني كنت بشتغل ايام وليالي. ايوه. بالنهار هنا. ياه. وفي المينا بالليل. ياه. صراع في المينا كل يوم. كل يوم. ايه ده؟ والعربيه الجديده اللي انا جبتها رايح جاي. واللي كان يشوفني يقول عليا مجنون، لان كنت بقى سايق وعمال ازعق عشان ما انامش. عشان ما تنامش. الله. وتفضل تزعق في الطريق عشان تسلي نفسك. واروح لوسف شاهين بالليل هناك. الله عليك. الله. ايه ده الالتزام وايه الجمال ده وايه الحب للفن ده؟ 64 رصيف في المينا الاسكندريه. طبعا. الرصيف ده زي الرصيف ده زي الرصيف ده، 64 شكل بعض كلهم. كلهم شبه بعض طبعا. في مشهد المفروض عمر بيضربني بالبنيه، بنتخانق انا، بيلففني في زي شبكه صيد ما بتعلقها، وبيزقلني في الميه، وانا بقطع شبكه الصيد واطلع منها وانا تحت الميه. ايوه. حلو. من ال 64 رصيف يوسف شاهين نقى اللي فيه المجاري، الرصيف اللي فيه المجاري. يعني وش الميه مش هقول لك كان عايم عليها ايه. قلت له طب ايه يعني؟ طب ما اللي هناك كويس. قال لي دي. قلت له خلاص دي دي. عملنا المشهد، دب ضربني بالبنيه ونزلت بالميه، قطعت البتاع، وانا بقى طالع بقى بعيد شويه، طالع من الزفت ده عشان فلقيته بيقول كمان مره. كمان مره؟ بعد انا كاني ولا سمعته. رحت راكب عربيتي. ايوه. على اللوكاندا وديتول ومش عارف ايه. طبعا. لو شفت وش الميه كان عليها ايه. وده قال لي كمان مره. كمان مره ايه بقى؟ طب ما نقل يا شاهين بقى. لا احنا في حاجه، في خناقه بيني وبين عمر جامده في قعدنا اتصور فيها ثلاث ايام. فمن ضمن طلعنا على بالانس كده بتاع كده، هو بيعمل ايه شغلته؟ يحفر من قعر المينا ويعبي في روحه. فطبعا في حته زي بيسين كده في روحه مليانه حاجه سودة كده اللي هو قعر المينا. ايوه المينا اللي فاهم ايه؟ هتنزله. عجبت بقى يوسف شاهين، عجبته. احنا هننزل ازاي؟ طب جبنا عصاية قسنا البتاع لانها اعلى، يعني اعلى مننا، مش اعلى من عمر اللي هو اطول مني. انما اعلى مننا. والبتاع ده ايه؟ جبنا طوبه رميناها عملت بق وفضلت واقفه. بلاك. بلاك. بهباب. ايوه. بلاك بتاع المراكب الزيت. فقلنا له طب انزل انت. انزل انت احنا وراك. ما عملناش الشوط طبعا. لا يمكن. لا يمكن طبعا. ده راجل هو بس يموت. شوف ايه يعبد شغله لدرجه الجنون. طبعا. يعني ممكن اي حاجه. بالنسبه للكنه بقى الاسكندرانيه زي البنبوطيه، هل كانوا بيجيبوا حد يعلم الفنان ازاي يقول ولا اكيد طبعا، ولا ده مجهود فنان؟ لا لا لا، كان حد المفروض عمر حد يعلمه. ما هو اسكندراني، انا ما كنتش اسكندراني. هو اسكندراني. انا اسكندراني بس مانيش
من المينا يعني مغشوش شوية. لا مش أصلي من المينا يعني أصل المينا لهم طريقة بمبوطية كده فهل كانوا جايبين حد يعلم اللكنة وكده؟ أنا فاكر في بورسعيد في حب دموع ما فات بنت فاتن لهم كده طريقة بس طريقة حلوة برضو يعني مميزة ولزاز مميزة يعني بس نقدر نقول إن مدام فاتن برضو كانت ماسكة اللكنة كويس وعمر الشريف نفس الحكاية يعني فعشان كده بسأل بقول هل كان في مجهود للدرجات دي إن هم أكيد طبعا دراسة لازم لازم طبعا على فكرة حضرتك قلت على أستاذ عمر الشريف في مقولة قلت عمر الشريف إنسان مجتهد حتى إذا لم يسافر للخارج كان سيحصل على هذا اللقب لتمييزه أنت قلت عليه إنه حتى لو ما سافرش للخارج كان هيبقى برضو عالمي يعني طبعا أكيد طب إحنا معانا مكالمة تليفونية من فنانة جميلة رقيقة لها طلة حلوة عندها تميز بشكل إنها ممكن تغيب بس تختار ادوار ودايما بتختار قصص حلوه واسمح لي ان انا اقول لك ان معانا على التليفون الفنانه زيزي البدراوي يا حبيبتي الو مساء الخير مساء النور يا صفاء ازيك الحمد لله ازيك انت الحمد لله وميرسي على كلامك الرقيق ده تستاهلي اكتر من كده والله الله يخليك يا حبيبتي وازيك يا رمزي ازيك انت يا حبيبتي وحشني والله الله يسترك معلش انا عندي برد فصوتي متغير شويه هو مين ما عندوش برد اليومين دول ازيك يا رمزي كويس الحمد لله انا بقالي عمر ما شفتكش اي والله اي والله مش عايزه اقول كام سنه يعني من وقت جنينه الاسماك ايوه من وقت جنينه الاسماك بتاع السينما ده ولا ايه لا سبع بنات سبع بنات سبع بنات من افلامك الجميله ومن افلامه الرائعه الحمد لله انا يعني اشتغلت مع رمزي كذا فيلم يعني اتنين اشتغلت معاهم كتير قوي في السينما رمزي وحسن يوسف كان تقريبا كل افلامي معاهم يعني بس هو انسان جميل جدا عملت معاه اربع افلام تتذكريهم الاربع السبع بنات ايوه ابو الليل ابو الليل ايوه اخر شقاوة اخر شقاوة الرابع ايه اخر جنان اخر جنان طب قولي لي بقى بما انك انت على التليفون مدام زيزي تقولي لنا ايه اهم يعني الحاجات اللي كنت تلاحظيها على احمد رمزي البطل اللي الشاب اللي كل الشباب كان بيقلده وكده إيه؟ وكل البنات كانت بتحبه كل شفت بقى ما جبتش حاجه من عندي ده كل البنات يعني يعني كان ليا اصحاب شايلين صوره في الشنطه بتاعتهم الله لا رمزي جميل ولازال جميل يعني حقيقي الله يخليك والله بجد يا رمزي والله اشوف الاستاذ احمد رمزي الشقي والمش عارفه ايه كلنا طبعا واخدين انطباع عنه انه مهرج انه كذا انه قال في المواعيد بقى وفي الاوردرات لا 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 خالص ايه بقى خالص مواعيد ملتزم جدا احترام للمواعيد حقيقي يعني انا مش عايزه اغلط بس اكتريه الجيل ده كان التزام فعلا في المواعيد يمكن عشان ما كناش بنشتغل كتير ما اعرفش زي دلوقتي لكن الواحد حتى لغايه دلوقتي ملتزم في المواعيد لا دي معروفه عنك يعني دي حاجه معروفه جدا يعني كلنا عارفينها والوسط كله عارفها يعني الالتزام والانضباط والاخلاص والطبيعيه والتلقائيه الحمد لله قوي قوي يعني فعلا كان ملتزم جدا وبعدين رغم ان هو بيبان شقي على الشاشه وحاجات زي دي لا ما كانش شقي قوي يعني والله لا 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 ما هو بس في الارض ومكسوف ليه يعني وترجم لك الصوره يعني يمكن خجول هو خجول خجول لا ما تفاجئناش بقى لا والله حقيقي ما كانش شيء قوي ما كانش شيء انت كنت طبيعتك خجوله اساسا طول عمرك وما زلت تقريبا ولا زلت شويه ولا زلت يعني هو كان كده برضو خجول بالنسبه للي احنا بنشوف الحاجات اللي على الشاشه المفرقعه دي كلها والله ما كانش شيء قوي لا حقيقي يعني طب لو قلت لك سؤال توجهه له دلوقتي في مكالمتك الحلوه دي تقولي لنا ايه؟ يعني اقول له اولا وحشنا ونفسي يرجع تاني يمثل انا شفت له الورده الحمراء وكان جميل جدا فيه
ونفسي بقى ارجع ايام زمان يعني حقيقي. مش الشباب يعني لا ما هو كل يعني. كل وقت وليه ادواره وليه بطولاته طبعا وليه كتابته طبعا. احنا بنضم أيوة صوتنا النبي. كل سن وله ادواره طبعا طبعا حقيقي. لا فعلا يعني كل سن ليه جماله وليه ادواره. أكيد. جاردنر عملت افلام سلام. ايه طب تشوفي احمد رمزي دلوقتي بشخصيته كده تشوفيه في شخصيه ايه دور ايه او نفسك تشوفيه في دور ايه يعني يعني هو ما فيش شك في الورده الحمراء كان عامل دور جميل جدا. وجه القمر شفتي في المسلسل وجه القمر طبعا الاب اللي يعني اداء يعني يختلف بقى عن زمان خالص عارفه يعني في اداء في رزانه في حاجات زي دي فنفسي يرجع تاني ونفسي اكون معاه يعني. يا اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبي. يعني نشوفه في دور مثلا شرير في دور حاجه كده. يا ريت يموت في الشر. بيقول لي يا ريت يموت في الشر. طب اقول لك حاجه انا كمان نفس الحكايه نفسي انا اعمل شر. نفسك تعملي شر؟ برغم ملامحك الجميله النعمة الهادية. لا وابتديت اعملها يعني الواحد بينبسط لما يغير لونه. اكيد يعني هو تملي مثلا كان دور الولد الشقي الحبيب لكن لو عمل الشر تاكدي هيعمله كويس جدا. اكيد طبعا دي مقدره فنان وممثل يعني طبعا. ايه السؤال اللي توجهه لها دلوقتي قبل ما نقفل مكالمتنا الرائعه بتاعتها؟ ربنا يخليك. ازاي الحال؟ ازاي الحال؟ ده السؤال الوحيد ازاي الحال؟ ده المهم. ده المهم. لا الحمد لله الحال الحمد لله. الف حمد يا ست. الحمد لله. فنانتنا الرائعه عزيز البدراوي بنشكرك جدا طول عمرك رقيقه وطول عمرك فنانه جميله ولكي بصماتك واسعدتينا في هذه المكالمه واكيد الاستاذ احمد رمزي طبعا معي. طبعا في نفسي ربنا جدا ربنا يخليك ونفسي اشوفك يا رمزي والله. ميرسي يا فندم. ميرسي يا حبيبي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. باي باي. مع السلامه. ايه رايك في المفاجاه الحلوه دي؟ لطيفه لطيفه هي رقيقه ولطيفه وطول عمرها. طبعا. مش عندك بنت اسمها وداد؟ وداد مالها هي كمان؟ لا ما مالهاش يا فندم بقى بس حضرتك مش عندك بنت اسمها وداد؟ ايوه يا ابني هي جرى لها حاجه. لا ما فيش اي حاجه انا بس جاي في موضوع القصه. وحضرتك مين؟ انا سمير رأفت النابلسي ابن المرحوم رأفت النابلسي صاحب مصانع الكرتون. يعني حضرتك ما بتشتغلش في البوليس ولا حاجه؟ بوليس لا يا فندم ابدا انا في السنه النهائيه في كليه الهندسه واول ما اتخرج هستلم منطلق. طبعا حضرتك فاكر الفيلم ده مش سبع بنات سبع حضرتك بنات. اللي هتكلمني عنه سبع بنات فاكر السبع حسين رياض العظيم. استاذ حسين رياض شكله كده يعني تركي باشا برضو وبيه وكده ويعمل فلاح ويعمل فلاح ويعمل عمده ويعمل حاجات كتير. هي مقدره ممثل طبعا عظيم عظيم عظيم. هل كان هو شخصيه بقى لطيفه مالحة. جدا لطيفه لطيف ويزعل قوي لما يتغلب في الطاوله في الطاوله. ايوه وطبعا حضرتك كنت تلعب طاوله؟ لا بس كان بيلعب هو وانا اتفرج. انت تتفرج ولما يتغلب يتضايق قوي. وكنت بتشجع من الخصم ولا لا انا بس بشوفه كده يحب يكسب في الطاوله يحب يكسب في الطاوله. الفيلم ده انتج في الستينات وكان التلفزيون ابتدى يطلع وشد الناس. تعتقد التلفزيون سحب البساط من السينما وقتها؟ التلفزيون عمره ما سحب البساط من السينما. لا هنا ولا في امريكا. مع انه في امريكا يعني الانتاج التلفزيوني قد هنا بتاع 24,000 مره. يعني هناك ما بيبطلش. 20 محطه 30 محطه 24 ساعه. فيعني انتاجهم التلفزيوني جامد جدا. انما ما اثرش في الاول. اول ما ابتدى ابتدى ياثر داخل السينما وبعد كده رجع تاني. اين عمري؟ استاذ احسان عبد القدوس اكيد القصه الرائعه الجميله. ايوه والباتيناج حضرتك بقى بتعرف تلعب باتيناج؟ باتيناج ده انا قرد. بجد؟ انا كنت بلبس وانا صغير البس الباتيناج واركب العجله كمان وانط بالعجله وافضل ماشي بالباتيناج جنب عربيه عشان الراجل يتخض اللي بيسايق. كانوا انجليز بقى سايقين كانوا يلا 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 وتقول لي ما انتش شقي وكل ده مش قوي شقاوي يعني مش. كنت تتمرن عليه فين؟ بتروح نادي بقى عشان تلعبي باتيناج؟ نعم. تروحي حاجه اسمها لابوتينيير اللي هي كانت سينما مكشوفه في شارع سليمان باشا. كان في الشتاء في الصيف تشتغل سينما
وفي الشتاء باتيناج. طبعا حضرتك عضو في الباتيناج. وريفولي كان كده مطرح سينما ريفولي. كان اسمه بارك. كان برضه بتاع باتيناج برضه. حلقة باتيناج وفي في الصيف. في الشتاء. في الصيف برضه في سينما مكشوفة. طب المشهد ده كان اصلا في السيناريو بقى موجود ولا ضافوه لما عرفوا ان حضرتك بطل من ابطال والله ما انا عارف. مره كان كنت ما فيش فلوس وحالتي كانت نيله كالعاده. وجالي بركات بيقول لي انت بتعرف تعمل سكي في الميه؟ قلت له طبعا انا عمري ما عملت سكي في الميه ولا شفته. بس انا قلت يمكن فيها يعني. قال لي في فيلم هتعمل فيه سكي في الميه. قلت له حلو قوي. مضينا وقبضت كويس على اسكندريه. رحت نزلت في الوينزور. كان ابن صاحبه الوينزور اسمه ميمي باروتسيس يوناني جريجي. جريجي شكله. بس هو كان غاوي الحكايه دي وانا عارف يعني. قلت له كيرو ميمي عايزين نتعلم. قال لي تعالى معايا. خدني على نادي اليخت ما هو اسكندريه بعد الوينسور بشويه. وتعلمت في نص ساعه وخدت الدور كيريو ميمي. على فكره ده كان من اهم افلام الفنانه ماجده لانه ده اول انتاجها وكان بطوله مطلقه وقصه كبيره للاستاذ احسان عبد القدوس. دي مضت معايا هذا الفيلم. وايامنا الحلوه معروض في سينما ديانا. اول فيلم امضيه في حياتي امضى. امضى. التاني ما كانش امضى. امضى مين؟ كان شفوي. عملته بعديها باربع سنين. كنت انا بقى شرخت في حاجات كتير قوي. وقالت لي تعالى ونسيت العقد ورحت رايح زي ما انا ورحت. قالت تعالى نفذت. ايه ملحوظاتك على فنانه زي الفنانه ماجده انها كانت غزيره في الانتاج وكانت منتجه تقيله في السوق؟ بتهتم بشغلها. مهتمه بتفاصيل الشغله. كان عندها مدير انتاج اسمه تكفر. تكفر انطونيان. طب انا عايزه اقول لحضرتك التعامل مع ممثله بطله الفيلم وهي المنتجه يفرق عن انك تشتغل مع منتج عادي؟ ولا بنكله ولا ليا دعوه. منتجه مش منتجه ما بتاع ما هي اللي قدامي. طب الفنان يحيى شاهين. الفنانه ماجده. طبعا الفنان يحيى شاهين من جيل قبل حضرتك. الجيل ده لما كنت تقف معاه اتعلمت منه حاجه ولا كنت تحاسس ان انت جيل جديد ما تنظرش للجيل اللي قبلك ابدا يعني ما لكش دعوه بيه خالص؟ على حسب. على حسب. في حاجات الواحد بيتعلمها وحاجات الواحد مش عايز يتعلمها. غرور الشباب ده عمره ما جالك يعني؟ لا 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 خالص. انا عمر غرور ده ما ليش دعوه بيه. ما كانش ولا مره. لا انا عارف ان انا حمار ولازم اتعلم لغايه اليوم اللي اموت فيه هتعلم. المغرور ده غلبان. يبقى عمره ما هينفع. عمره ما هينفع. لا يعني مثلا ما جيتش تقول ايه ما هو الاستاذ يحيى شاهين يعني ما يستناني مثلا او انا لا يا نهار اسود ده لازم اقوم واقف لما يخش حد. يا سلام. ما طبعا يا سلام. ايه ما حصلش ولا لحظه ان لا بالعكس. اصلي بتحصل ساعات وبنسمع انه بعض الشباب بيجي على نجم كبير مثلا يقول الله بعمل مكياج يستناني هو. يعني الجمله دي بتتقال؟ لا يمكن. لا يمكن. لا يمكن. لا يمكن. احييك وازداد اعجاب بيك. مش انا بس انا وكل انا مره دخلت البلاتو ولقيت استاذ عبد الوارث عصا. واقف كان كبر قوي. لا يمكن. ولا حد سال فيه. يا خبر. والله وزعقت. جبنا كرسي وجبنا بتاع يعني ما طبيعه. عبد الوارث حصل ايه؟ انا عندي الحكايه دي. معلش نتعلم منك والله. لا يعني الاخرين يتعلموا منك. استاذ دول ما فيش شك انهم اساتذه كبار يعني. وانا اتعلمت منهم كتير جدا. طبعا حضرتك فاكر ده فيلم ايه؟ ودعت ربك. انا راجل استاذ يوسف شاهين. يوسف شاهين ده لا ينسى. اللي هو كان بيعذبك في الشطاط. الله علي بفقفق ورجلي في الجبس يعني كل مره كان ناقص كمان مش عارف ايه. وكان فيلم اتعمل زمان بمارلون براندو.
بمارلين براندو. كان في مستشفى للعسكري. ايوه. وناس متعورين وبتاع، فهو واخد الجو ده. التيمة الرئيسية؟ من ومشبكها. وكنت حضرتك مع اتنين مطربين، وانت اساسا بتقول انك ما بتحبش حكاية انك تشتغل مع المطربين. خالص. ليه؟ اصل احنا ما نعرفش اعمل ايه، لو خصوصا لو غنوا لي وهو قاعد بقى يغني لك وانت بقى عامل عايز مش عارف اعمل ايه. مع ان انت الحقيقه يعني كنت محظوظ ومسعد في المطربين. الاستاذ سعد عبد الوهاب طلعت أيوة معاه. ايوه. ها؟ الاستاذ عبد الوهاب. استاذ فريد الاطرش. أيوة. مدام شاديه طبعا. أيوة. ومدام صباح. ايوه. ها؟ ايوه. وحتى الاستاذ عبد اللطيف التلباني كمان طلعت معاه في عارفه السنيد. يعني يجيبوا رمز عشان يسند يسند الحكايه. بعينك انت الحقيقه. انا عايزه اقول انت كنت عنصر رائع في ايامنا الحلوه، يعني جميع الناس بتحب اغنيه الحلو حياتي وروحي عشان دقه الهون بتاعه مدام زينات صدقي. ولما انت بتاعت طن 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 ده حلو حليم بقى حلوه يعني تحفه كانت. الحمد لله الحمد لله. ده من الافلام الحلوه قوي، وانا يعني كمان بحب الفيلم ده. وذكرياته حلوه. ذكرياته حلوه. كان انبسطنا كده. طب ايه احلى حاجه في الفيلم تتذكرها؟ هو اصلا مفيش حاجه معينه، هو جو عام. الجو العام كان هايل ومبسوطين وتعامل من غير ما حد يتعب ولا حد. لا كان عمل. بس حضرتك ليك وقعه في الفيلم ده، وانا بقى جايباها من الكواليس. والله؟ ايوه. طب قولي لي عليها. ايوه انا عارفه. يا استاذ احمد اقول لك؟ هتقول انت ولا اقول انا؟ لا قول انت، انا مش فاكر. انت على طول موافق ان انا اللي احكي. طب هحكي. اتاخرت ربع ساعه. فلما دخلت متاخر ربع ساعه حصل ايه بقى من مدام فاتن؟ صح كنا بنصور في شارع الهرم. انا كنت قبليه لما اتضرب غنى ورشدي اباظه الله يرحمك يا رشدي. الله يرحمك. فصحوني بالعافيه. ووصلت ربع ساعه متاخر. صح. ايوه. كانت هي قاعده. ايوه. كله الناس قاعده. فرحت جيت داخل له هاي هاي وقعدت جنبها. قالت لي شايف شايف كل دول؟ قلت لها شايف. قالت كل دول بيستنوك انت. قلت اخ يعني مش اتضايقت قوي يعني ما حصلتش تاني. ما حصلتش تاني. نعم. بس شوف ذكائها وشوف الكلمة البسيطة أثرت فيك أنت برضو كفنان. إنك ما كررتهاش تاني، يعني حكاية انضباط المواعيد دي بس ما كانتش في وجه القمر. ده بيقولوا إن هي كانت منضبطة جدا في الاستوديو كمان طول عمرها، وأنت منضبط جدا في الاستوديو. يعني بحاول. طب قول بالحق. لا صح يتقال بحاول والله. يعني بقى غالبا مظبوط. يعني غالبا مظبوط. الفيلم اللي احنا شفناه دلوقتي ده فيلم اكيد حضرتك فاكره، لان ده من احلى افلام احمد رمزي اداء وتمثيلا واحساسا. صوت من الماضي. صوت من الماضي. تتذكر حضرتك اخراج مين؟ ده اخراج عاطف سالم وتصوير الاستاذ محمود نصر. وكان اول انتاجهم، كان عملوا شركه انتاج. وده كان اول انتاجهم هما الاثنين. انا بلاحظ الاستاذ عبد الوارث من يوم ما طلع مطلعينه الراجل الكبير، حتى وهو سنه حاجه غريبه. فعلا صحيح. ايه حتى إيه هو صغير. هو طبعه التيب معابنا هنا. التيب بيعملوا نوعيه معينه. وخلاص. طول عمرك انت كده بقى. ومع ذلك كان ناجح، يعني في تشيبات كان ناجح جدا. يعني نجاح. لا ممثل كويس، ممثل عظيم مفيش شك. ممثل. هل ممكن إن كنا نعمل حاجه مختلفه؟ نقول مثلا ستيفان روستي ياخد الراجل الطيب والشيخ والغلبان، وندي الاستاذ عبد الراس عصر دور الراجل الشرير وخفيف الظل، ينفع؟ ممكن. ممكن. طبعا ممكن. كان هيعجب الناس؟ يعمل. لا معرفش. طب يعجب الناس دي بقى ما حدش يزعل. انما يعملوه كويس. ممثلين كويسين دول. قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي. يلا. الاغنيه دي عشان حضرتك مخصوص. الله يسترك. بنات اليوم. بنات اليوم صح. ده من افلام عبد الوهاب. ايوه. ما هو كان ماضي. وبركات برضه. وكان عبد بياخد 400 جنيه زي 400 جنيه.
هنا وتمثيل وباتيناج وكل حاجه. عبد الوهاب مضاها قبلها ب 20 سنه على انه هو عامل له افلام وبتاع ال 400 بقى غلبان زي واستلفت منه 60 جنيه 80 80 جنيه 80 جنيه بشرف. طب يعني سواء كان له مكاسب اخرى يعني. طب ايه رايك لو كنت شغلت مطرب واديك كان هيبقى في حاجه؟ يا ريت. ما انا كنت بهدده دايما اقول له والله لا اعمل لك مطرب. في فيلم بنات اليوم الاب كان هو سراج منير. ايوه. شخصيه الاستاذ سراج منير كده زي ما بنشوفها الفخامه والعظمه والحكايه. سكر. كان عظيم. وكان خفيف الظل. كان بني ادم من احلى ما يمكن. كل ده عشان هو اخو الاستاذ فطين عبد الوهاب؟ اقول لك حاجه. نعم. استوديو مصر. ايوه. في اخر العالم. نعم. زمان يعني كمان. وانا كنت في الحوش عمال اعطس، مش عارف كنا بنعمل فيلم ايه. اظن بقى اسمه ايه ده تمر حنا. عمال اعطس اعطس. فجالي استاذ سراج قال لي انا جبت معايا من المانيا نوع من النشوء يبطلك العطس ده. هو كان ساكن في الزمالك. ايوه. ايه رايك انه خد عربيته لقى نفسه ما عندوش شغل شطين تاني. خد عربيته ونزل الزمالك وراح جاب لي النشوء ورجع استوديو مصر. قال لي يا سلام. الله. كنا بنصور حاجه اسمها اسماعيل ياسين في الاسطول. ايوه. اخراج فطين عبد الوهاب. طبعا. كنا واقفين الصبح. ايوه. عند المناط اللي بينطوا في البحر، كان مسكين اسماعيل اضطر ينط. وبصيت لقيت فطين كل وشوش محمود فريد. ايوه. ومش عارف ايه ومشي. فجريت انا، في حاجه. طبعا. ايه يا محمود في ايه؟ قال لي سراج منير مات. انا فاكر اليوم ده كويس. وشرح لمحمود فريد اللي هو عايزه في اليوم ده. ايوه. وسافر عشان يحضر. وتاني يوم كان موجود. اخوه الفيلم. طبعا اخوه. اخوه. واحنا اشتغلنا يوميا من غيره. انا لو قلت يعني سراج منير وشخصيات اخرى نقدر نقول ان سراج منير ترك كلية الطب برضو ودخل السينما. هو راح المانيا يدرس طب. ايوه. فدرس تمثيل، تمثيل بدل ما يدرس طب. ايه الحكايه؟ والاستاذ عمر الحريري دخل كليه الطب برضه وراح سايبها. نفس الحكايه. ودخل التمثيل والسينما. وحماد عبد الوهاب. وحماد عبد الوهاب المخ. دخل الطب برضه. كان في، كان مع اخويا في الطب. طيب. وسبق وراح السينما. ايه حكايه ال، مش عارف. هم الاهالي زمان كان اولا يصروا انه يدخلوهم كليه الطب، دي كانت يعني قاعده رئيسيه. يعني هي بتضمن حياه كويسه يعني للي بيتخرج منها كدكتور. بس انا انا شخصيا ما حبيتش الطب. يعني هل اغراءات السينما اهم من كليه الطب؟ تكوينك ايه؟ ما انت بتحب، في ناس يحبوا يشرعوا ويخشوا في بطن الناس وبتاع. انا بشوف شويه دم بيجي لي حاله. طبعا. فمش عايز. في ناس، لا في ناس غاويه. في ناس غاويه. اما ليه؟ هو طبعا دي هي الحقيقه مهنه من اشرف المهن ومهنه نبيله جدا انسانيه. هي الاشرف. ولكن اللي غاويها هي الاشرف. هي الاشرف. لان حياتهم في حياتنا في ايدهم. يعني ما أشرف من كده مفيش. أشرف من كده مفيش. ربنا إن شاء الله. ممكن يعمل اللي هو في عملية أثناء العملية. ممكن يعمل فيك أي حاجة. يغير لك حاجة مش بتاعتك. ما هو تعالي بقى. أيوه. طبعا. لا بس أنا عايزة أقول يعني إن شاء الله ربنا يبعدهم عننا وعنك وعن كل الناس. ولاد الحرام مش لا بس كويسين فيهم. لا ما أنا بقول عموما يبعد عننا يعني الدكتور ما نحتاجهوش. يعني ان شاء الله ما نحتاج. ان شاء الله. ان شاء الله. الله. انا بكره عليا اروح مستشفيات. يعني انا هي صاحب عيان او صعبه. ما بروحش المستشفى. امال تعمل ايه بقى؟ اكلمه في التليفون. انما المستشفى ما بروحهاش. ما تروحش. ما بحبهاش. طب والمحامي؟ المحامي يعني برضه يجيني البيت بقى وكلام من يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي. ايوه. السؤال ده احمد رمزي يقوله لمين؟
قلبي مش خالي. مش خالي. ده كده اهو معبي لغايه اهو. معبي. اما مليان ايه طيب؟ حمد دخل. حب وجمال وكل حاجه. الله حلو، ايه الكلام الحلو ده؟ اه طبعا. الله، وتقول لي معرفش ايه؟ الله، ده صاله وفتيلوج وحكايه كبيره كلها مليانه ومزحومه. لا لا انا الحمد لله. الحمد لله. يعني قلبك كامل العدد. جدا. جدا. اه. مفيش اكسترا، مفيش كراسي. مفيش مطرح لكرسي زيادة. مفيش مطرح لكرسي، أحييك برضه. ما دام الحكاية عرش كومبلي. هلا طلب من أحمد رمزي إنه يغير شكله ويبقى نيو لوك.